بسم الله. في وثيقة مهمة جدا ل AIA دوكمنت G202 صدرت سنة 2013 وكان قبليها E202. هنا الوثيقة دي بتعمل ايه؟ هي بروتوكول او اتفاقية بين الناس اللي عايزة تعمل موديل او بين الشركة اللي عايزة تعمل موديل والشركة اللي بتعمل موديل. يعني ممكن يكون في حد مثلا بيبني مبنى وعايز يعمل موديل بيم بحيث ان هو يوفر تكاليف، يحس ان هو يعمل فاسيلتي مانجمنت، فطلب من شركه اخرى انها تعمل موديل، فده وثيقه بتتفق بينهم، لان ممكن هما بيكتبوا يكون مثلا العقد كله قانون وبتاع وينسوا تفاصيل فنيه او يركزوا على التفاصيل الفنيه وينسوا الحاجات القانونيه. فهنا بيبدا يلفت انتباههم لبعض الحاجات. اول حاجه لازم تكتب العنوان بتاع المشروع واسم المشروع ومواصفات المشروع والبروتوكول اللي احنا شغال عليه، هو انا مقترن بالE203، وتكتب التاريخ وتكتب مين اللي عمل البروتوكول دوت، وتبدا بقى تشوف بعض التفاصيل الموديل اللي هيتعمل ازاي، الاتفاقيه على تبادل المعلومات تبقى عامله ازاي، التكنيكال اللي هيتعمل ازاي، هل هيبقى في تريننج اند سبورت ولا مفيش، الستاندرد اللي احنا شغالين عليه، بحيث لما يحصل اي مشكله نبدا نرجع للاتفاقيات ديت. تمام، ما جيش في وسط المشروع واقول له انا هسلمك كاد يقول لا ده انا عايز مثلا ملفات ريفت، او اقول له لا ده اصلا مش شغال ريفت. فلو الكلام مش واضح ممكن في الاخر نبدا نختلف اختلافات جامده. هنا بنتكلم على الموديل مانجمنت بروتوكول اند بروسيسز، البروسيس اللي هنشتغل عليها، مثلا تحديد نقطه الصفر في الاول، مثلا التقسيمات بتاعه الفايل، هننقل حاجه يوم ايه، التسميات، كل الحاجات دي نبدا نتفق عليها. تمام، وممكن ما نخش في تفصيل قوي، بس هقول مثلا لو اختلفنا هنخش مثلا في كود فلاني او احنا هنستخدم كذا. الليفل اوف ديفلوبمنت، نبدا نكتب اللي دي 100 200 300 400، التسليمات بتاعتهم هتبقى امتى، ايه المطلوب فيهم. طبعا ممكن تشير للكود اللي له دي 4 وبخلصت انت من القصه ديت، وتكتب لو انت في حاجه مختلفه عن الكود. تمام، يعني ممكن تقول مثلا انا هسلمك اللي له دي 100 في كل اللي له دي 100 ما عدا النقطه الفلانيه مش هعملها، هعملها في اللي دي 200، او تقول له كل اللي له دي 300 هعملهم لك ما عدا النقطه الفلانيه مش هينفع اعملها لك خارج السكوب بتاعي. ما دومنا اتفقنا العقد الشرط المتعاقدين، العقد ده لو اتفقت على حاجه يلغي اي حاجه تانية في اي كتاب تاني. تمام، لان ده سبيشال كيس، دي حاجه خاصه بك انت فتقدر تخصص الحاجه دي. كوست استيميتنج، الاسكادولات، هل انت عايز اسكادولات مش عايز اسكادولات، هل نقدر نعملها مش نقدر نعملها. فلو من الاول العمليه واضحه خلاص، اللي دي 200 ايه اللي مطلوب فيه، اللي دي 300 ايه اللي مطلوب فيه، اللي دي 400، ده ستاندرد تقدر تدخل تحدد الحاجه الخاصه بك انت، ايه العناصر اللي موجوده في الموديل، ايه الحاجه اللي مش موجوده في الموديل. وبعد كده الجدول دوت تقول مثلا العنصر الفلاني ده في اول تسليمه هسلمه لك اللي دي كذا، في الثاني تسليمه هسلمه لك كذا، كل مايلستون ايه هتسلمه ايه في المرحله دي. لو انت كتبت الوثيقه دي باسلوب كويس ان شاء الله ما يحصلش اي مشاكل، لان كل واحد هيبقى عارف اللي ليه واللي عليه وامتى هينتظر الحاجه الفلانيه. لا انا اصلا مش منتظر ان انت تحط لي التسليح في المشروع، فمش هنتكلم فيه اصلا ولا تحصل فيها مشاكل. انما لو احنا سايبين الموضوع بدون اتفاق لا هتحصل مشاكل كتير جدا اثناء الشغل.